حرالي ورغد بي نوصو قري وكونا عدر دارنا ايو كغانا هلا ايو كغا افيفونا ايو حيالا هلا ويدين ايو قاركو دينانا ايو وحان شعالا هرمتي حقايا قود ما داما قول او ياري حرالي ها قود ورغد او سو چو كسو چوابي ان قولها الله آخر ايو مركا آخر ايو ورغد او سو چوابي حرالي ها قود سيداس أقول قلوا وحوا أول بلي هاي إنه نبي يا رب حفلة حليلة هي راح الدولة ده إن يحكوا الدين كران ما ملاهان بلا شيء واجي كونه بس قلوه أول ما لها إنه وحنا جوا الدنيا أريد دعوة حليلة وسو جلسة ندعم قصور تاسو شرعيا ممنوعة إن فرجلين لا بس ما يجون واحد قصور كنا يوم راح بنام تهاي هاو شوغا قصور سيداو ديگا يو قولب کا سغاشن اي تدواد فرقدي سالواد سغال اي سغاشن فرقدي سالواد اي تسوركا وحا حسن بودان هدي كولان كاسو الله يرو اي اي وحنقو اي ديسان دعوات دا حلبان محمد أبي يوسف آن اي احان آن اي شرع اي احان هدي لو يري وحا حسود بدل هدي كولن كاسو الله يلو إناد وحنقو ويديسان دعوات دا خلبان محمد أبي يوسف آن الشرع يهين سبب طوء وحران نحان واشي ملوغول يهين وكليا إنان قولها سوغ يسيبنو مرتا خلبان كاللغطو سيدك وردق ايو قولب كالساقاشن قولب كافرتن اي ساقال فرقد سافرات جزوكا تاسوها نو قدن ايو سيدكو عد قرالكي تاسوها نو قدن اي سيدكو عاد قرار كي أنا ليش هو ترني سيدو تري سيدو ناي أنا كو ديارو آه وفي عدايمو يدور شرعي الله حليلا دعوة داس أن كوه تشيدين دونا محكمة دعوة دولة مركا أنا إذن كهل نو وقلان شو سيدو وافق صد السوق مركا أنا إذن كهل نو وقلان شو سيدو دستوك وافق صد مبان محكمة جيك نادي بلي وانا حينا سيدو درادي وحن تقول عصانينا إنا تقول لك أسبري سيرو ناين صونا قرطان وشيته ده أدنو بيرسان أنا قولوا رجينينا إنا الله حليل دونتو واجبات تمام حفيز كحرالتا
وأنا الحسيني دون دعوة حلقان وبالله التوفيق عبد الرحمن كان أحيان حرياليها الدولة قرنك وربو وقعوص استور غدا وعن شاء الله كان من رئيس وجبين لطليها شرعي وللو كلمة تفسيره وشرعي كلمة كيرة هو جواب استور غدا سوده ولطلي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قدومي أدب ما حدثت هاي وحن شعلة مدنية شيء عن إني أروي في تبيه سيدا وجد إن يدقيست ما شعلة لها مركب كوبان قرالك يرمى أه إيه قلوه ودري حلاليها جود يا قرنك قلوه ورحت راعي قدر كصديق كترات فقرتي ستدمان دستورك وأود السين يا إنه مض إنه ما دركت ما دخل كل دوني هاي لها الدولة ويا قرار وقت ودي كلام بيشيله قرار خدمه يا هلالي وكسو دولي كما تعلمنا دبعهار حفيز كحلالين تقول إنه مرنا كتير سنة هاي ده كرسور كا مرنا والكم دي هاي ده هم ده بنانة دستور كأساسي هذا بقى أرين تلا خريدة يرمدو وحيسال كقول هيسا أرين تا قلها وكيلو ودور كقول يلا خريدة أوجيسين تو أوت رعاء قدام قط أفرتني استقال فردي سافراد دستور كا إيو قلها كوس أوجيسين حلبان كا إن لقبته يسوع دم بفرع كل شيء سيدا ده بح أرين تا حلبان كوا حكبل عوانتها قالها وكيلها. مركان مبدأهان أرين تخلبان كقوله هو في كل هاي دور وين وأنا هل كأك أساس مسوا أرين تيجي تعود مدنو. سو قال وقال طلب خلبان. أنا كشخصية وحقبا. إن أنا لا يمك الدعوت فرنتي أو أنا أباهن إلا فرجليا أنا فرمن ما دام أو أنا خلبان كلا يمك محكمة لهرجي أو حلا على سحر جيسو أنا يشري. قوله نسيو قال وقال. أود بقولي هاي إنه وحكة وديو أسبابها شرعي إيه مدنها لغو تلمامي إن لغو قبطي وإيكم متهاي فردين بيدي ده وتلمامي إنه فرها كل شيء حقيق نمدو ده دستور كنا أود بوسين يعني إنه هو بيو قالوا كلامات إنه وحكة وديو ضد شرعية وكك يعني قاعد كي هراء قالها وكيلة ده إيه وتلمامي إنه يهاي مد وقت جي صدماري أو رفديك بحلاها سيدا أود قالوا هو أود لي هاي حراليها جودنا وحواجه قلوا الرعود اللي هي إنه أردت عايز سقاه همين أيه حقيقة سنة أيه إنه حراليها جودو يارا وحكوا الديوسي وأجران شها يبقى عنك بلاها وبص رجع فجها وكل حراليها جود حراليها جود ما دام أو يسوي في سعرها إلى علم تحركها استجنا وحكوا شبه إنه إلى عليه حركة سيدا وجد وايد وهو كان سمو أو أقبله يارما قالها وكيلة ده أو هري ما ده سؤالها من ياشرة وكتشوا maka yermada warqada cudurdaarka xiraaliyuhu soo jeediyay ee waawdi golaha ku durayo isla markaana kaga cudurdaaranayo yermada golaha waxaan u arkaa inay tahay mid aan xeerka waafaqsanayn mid awoodi golaha ka hor imaneysa mid meesha ka saareysa doorkii uu golaha ku lahaa eedeynta iyo qabashada golaha hore u tilmaamay inay sharci darrada tahay ee loo geystay xildhibaan maxamed abiy yusuf marka hore aan isu bedelsano ugu horeyn aan uga mahadnaqo la tariyaha sharciiga ee noo bayaamiye arinka bilowga dacwadaniba waxay ka bilaabmaysaa waxa weeyaan sifihii lagu qabtay maxamed abiy sharci ma yahay mise ma aha cidda koobaad ee go'aaminaysaana waa golaha goluhu wuxuu tuhuusan yahay in uuna maxamed abiyba arrin sharci u xidhnayn ee arrin siyaasadeed u xidhanyahay ayuu golahani tuhuusan yahay qodobka koobaad golahani garsoorkii kama dambaysta ahaa kama aha ee arrinka maxkamad kama aha ee qodobka koobaad oo hubinaya waxa weeyaan dacwad macquul ah oo mudanaha lagu soo qabtaa ma u taalaa mise uma taalo ilaa hadda xeer ilaaliyaha guudina ma soo hordhigin wax dareen rasmiya laga qaadan karo oo ah sharci jebin barax la oo mudanahaasi ku kacay laynama soo hordhigin sidaa darteed horena golahu waa uga codeeyey waxaan kaloo dhanna waxay u eegtahay weli in ay ku meereysanayso
intii hore inay siyaasadeysan tahay mudane gudoomiye mudanayaal waxay idin ku ka garan kartaan qodobka kam qodobada kamida ee lagu eedeynayo ee dhacdadooduna ahayd sanad ka hor maxaa sanadka dhan loola sugay waxa in noocad arrinkan inaanu ahayn arrin haddii baydankeeda leeyahay arrin sharci ee arrin siyaasadeysan u yahay laba xeer ilaaliyaha guud waxa iiga muuqataa inuu xaqirayo golaha xaqiraadda goluhu ta maxkamadaha unbay dadku yaqaanaan laakiin xaqiraadda goluhu waxay la mid tahay ihaaneynta maxkamadaha oo kale waa golo qaran waa golo dastuuriya ku xadgudubka xasaanadu ma aha oo keliya mudanahan in lagu xadgudbay qarankaa lagu xadgudbay xildhibaan maxamed abiib oo maanta xeer ilaaliyuhu naga dhaadhicinay qarandumisnimo inuu xidhan yahay waxa weeyaan wuxuu kula hadlayay ummaddii u soo banbaxaysay magaalada boorama waynu wada ogey ma qofkaa aydun ka aragteen warbaahintu qarandumis ma noqon karaa weyn su-aashu ma layna soo hordhigay wax ka duwan oo aynu ku go'aan qaadan karo waa maya laynama soo hordhigin wax ka duwan oo aynu maanta ku go'aan qaadanana laynama soo hordhigin ihaanada koowaad xeer ilaaliyuhu waxa uu ka bilaabay soo jeedintii guddiga joogtada ah ee golaha goluhu isagaa u madax bannaan sida uu shaqooyinkiisa u gudanayay faallada uu ka bixinayay xeer ilaaliyaha guud ma ahayn wax munaasib ku ah golahan ma ahayn marka la qabto mudane ee hadduu xataa falagaraanse ku jiro cidda koowaad ee lasoo wargelinaya waa shirgudoonka iyo guddida joogtada haddii fasax lagu maqan yahay labada midna lama soo wargelin waxaanu wada ognahay shirgudoonkoonu ka raadinaya maxamed abiib halkeebuu ku xidhan yahay hay-adaha fulinta sharciga ka dhex raadinaya golahan waa la yaraystay lama yaraysan golahee qarankaa la yaraystay haddaynu ogolaano dembiga ugu weynaan ku dhacaynaaba waa kaa anigu waxaan soo jeedinayaa mudanaya xeer ilaaliyaha kalsooni kuma qabi karno inuu dhexdhexaad ka yahay dacwad oogista qaranka xildhibaan maxamed abiib kun jeer baa lala soo fadhiistay warbaahinta qaranka dad xataa kala dooranaya xubnaha jirkiisa si ay u kala googooynayaan maalin qura midna ma soo eedayn looma sidaa darteed aniga waxay la tahay marnaba dhexdhexaad kama noqon karo garsoor saxana kama bilaabi karo xeer ilaaliyuhu ugu dambayn waxaan jecelahay in mudanayaal laba arrimoodba aynu samayno ilaa hadda xeer ilaaliyuhu inama soo hordhigin waxaynu ku go'aan qaadanno sidaa darteed qabashadiisa waxaan soo jeedinayaa inaynu u aqoonsanno inay sharci darro ahayd laba waxaan kaloo soo jeedinayaa kalsoonida uu xeer ilaaliyuhu ku shaqaynayo xeer ilaaliyuhu madaxweynaha magacaaba dabcan laakiin kalsoonida golahan uu ka helay buu ku shaqeeya golahanna inuu kala noqdo kalsoonida aad baad mahadsantahay bismi illaahi raxmaan raxiim guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka mudanayaasha golaha fadhiya iyo la taliyaasha sharciga ee golaha waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye waxaan la qabaa waan sakend garaynayaa xildhibaankii iga horreeyey mukhtaar xasan maydhane in xadhigga uu ku xidhan yahay xildhibaan maxamed abiib warta qafaalasho yahay mar labaad inuu xadhig siyaasiya yahay oo xukuumadda maanta joogtaa iyadoo ay qorshaysay
حرجة هدي أرسل نقطة حير لالنت حير لالنت يدو أنوغنا هاي وراقيه بدنا إمالمي يقدو مبيي أيسبال إيري يسيني قير شرعي هايين نحركا يتفسيركا أي حنبار سنائين ساكر واحد مودا إنو كتشه شاسي حير لاليو أودي قلان وحط المامي إنه يهاي هايت كم إذا هاي ذا قرصوك فعلياً تودق ما يينا تي قرصوك ما هي تي حكومة داعي وحو كلا دور تاي واجرات كي قرهاني لها وحو إنه قعد صدي إنه إنه شاك نوح إنه دوني إنه حقنا إنه قوما لها قفنا وشيتك آينو كلاين نحي ما دامو قلهاني يهاي وهو يهاي أودي شعبية و قوتي الشعبية حمبارسين يهي لحساب تنكي هاي لها حكومة دنا وحقه لي إنه كالدورته ويقول هذا وإنا وإحنا قوي ديسانون أرمها مامل كهاي ديدا سيدا آيت هاي ولو حدبتها الله هذا كان قرال كيسة إنه ولو عطسان أيو إنه إنه حلالي إنه حريقة شرعي درد آي حلوان محمد أبي وحان قضاء وانا لن سوى جيدين ايا كو ان قلوه قرار كبريو ورقد ايمانين تي دوويد هل كان او كان حيرناليو لابا ورقد دان او المانتا كاني سيدا رقا هورا شاقين ما دامو او قلوه هن ايهاي قوليه او حلالي انو شعبي او شقيهو ان كالسوني دينا اينو كلانو قلوه تصدحات وحين كدينا هايلها كالي اما حكمت سريكوشيكتو او صو فار فاران يكيس كان محمد عبيب الى ان يفرح لسوكلين وبالله توفيق ارنتا هيرالنتا يو سيدا اي اي وجه هاي كيسكا اما ارنتا محمد عبيب رتي و هادي عدل و هاد بدرودني إن هذه قرن كلها إن ما نبمد دبتلو كيسنا يو أرنت محمد أبي وأرنت قرها هذا سامس سيدي لقد واجي وحكلا يونا إن أنت بدن كدركسنا هاي إن إنستيشنز سياسيات أوديسان وأصحاب قرنا إن إيه كنا ما نبم هاي ميريا لقى شغل أول إيه كنا لقونا هاي إيه إن أي وما ذكر أيو قرن تو مسلم أيو محل هذا خيام قرن أيو أي إن أي فرق كل شيء qaar dalkan waxa waa la duminaya suu socod wax mooda in fara kale ku jiraan oo ahdee bidankiisii la yahay dadka maamulka dalada dalku aya in ay si ugu bareersan yihiin in maamul ba institution hukoomad systemka dawladeed kamida in la dhibaateeyo runtii waan taabaxsanahay labadii mudane ee iga horeeyay waa sagad garaynaya ee soo jeedintooda ahay in qaraar gole lagu laalo warqadihii uu soo gudbiyay xireelayaha guud ee hadee bidankiisii la yahay ku saabsan xiliban maxamed abiib أركا سيد الله شيعي ماشي على نوع أرك سياسي أفكاره سياسية إيه وسوي شيء دينه يو أو مدنو حق ولا يهاي إنه أما قرر حكومة تلا ما مشتوى حكومة تلو ويه وحال مرت هاي أنتي سو أكو سالس إنت هاي تاسو هذا إيميل مرتنا وح إيميل مرة يقارك رافر بدنو قلنا فديا قلنا نمرك أول حن قدنا ميت كتب بيا سيد ما نو بدن الله حلو يو لما نذكر ميدا إنه هاي إيميل حيدنا لقى في شو ذا أي نقدنا تا مرك وح عن كسو كوبي حوي golahanu dubaha isu qaabeeyo dubaha isu diimeeyo oo hala soo baxay awoodiisii dastuuriga ah ee uu lahaa ee xeerarka dalka isiiyeen golahanu waa inuu exercise gareeyo waa inuu iska difaaco wax laala wixii mudraa ee loo yimaado inuu iska difaaco weeyii wax laala wixii ay hadda bidixiyal haydeen institutions ka dawladda ay fulinayaan in iyaga naf si gaar ah loo qiimeeyo waxaan ila tahay ereer xireeliyaan halkan lagu yeero كرسولينا حلقنا القضوان مسجد يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على نبي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قرت وهرين حلق محمد عبيد حلق شرعي ما هو حلق سياسي وحول فلين يا سياسة أيو فلين محمد عبيد وحول فلين يا سياسة بوحول فلين محمد عبيد وحاكو تصي سوكو عبين إيسا waxay dadka ku oranayaan waxaanu ku dambi u faraa kula jiro ayaanu ku xidhnay leeyahay haddana waxay soo codsanayaan xaligeen loo xalaaleeyo
حلقين الوحل عليهم أيها هذا رسوع الصليان وورقلان هذا وكامي يكوي كوريلة عتقو ضوها إن حلق الوحل عليهم تاسي وحيدين عدين إيسا إن وحف القرنسية اللي إياها آلو تشيرين وحن نغلقه صوره أيالا كامي صوره لا وقال قدين كرا وقال سجي جين كرا لكن وحاتها لصورك يا مرخاتوا محمد ربوع صورك حقين لقى قالي صورك مالنتين لقى قالي نيل مال لقو قالي كوكتين لقو قالي أياتها الله وحاتها الله نيل وربا حتى ناشي وكينين حمد عظيم وعبد الله كهروم ربي كمسي نيل وربا كمرات باكوحران سيسي كمرات كوحران هاديو بن حمد أبي بلاي يهجن بسيسي كمرات صار لقى صوصار هوا إماراتك أي ران الله أي مركبة موجود صوصار ومصوركو وين مرخاتي أشا وعطكي للصعدة صورك تاسي وحي عدين سيناني وحبكة وحفل قرنسية ومحمد أبي بقلياني تيري مرخاتنا يقع فرية وورقتنا يهد صهر يقولها يتيكو ريسي يتي صدحات با حلالين كما يدونين إن لوغح إن حسان الدرق قلوه كقاضو كما يدونين قولها وتساء ساني يوتيرين وان سعرفت اي عدوة بيودوين وشيئين وحفل قرنسية ليها إنانو تيرين مركي عين كاتاي محمد أبي وحلي حالي يسوح نغرية حالي سرع الدهراء وأي كل حد يقول في حكومة وأنا يأوض وهين وأنا يأوض وهين قولها وكيلة لنا أنا كيلي سيدة ولقى يقولب كافتنا يا سقال وح وقولان شاء أنا كهيسن وقولوا لك الدهي سببه كل حرية إيماني كان من تمشي وحوالي واقص سياسة وأي حكومة الدوني سوء وأي كل دوني سعودتك قبل الله قال كودين أي كانت صورته أي جونسة سيدة الدسين لابد يقولون بسوشين يي حل بان قال ما يداني لابد أقولوا بسكة قريني وحاسكة ورئيسين يا ورغدي حير الأيو كمي ما أنتي دويدي أي نانو عرين إنه نتاه وعرين له كجيز نورتو غرين مرلبات كنا لولا غلبة إن عضو قادم كالسوية إنك شعب كان يصوى دورتي ومدى ينمت الله سوما لا ينمت الله فقال لصوى مقعابي مدحول لصوى مقعابي إنك كالسوية السيني هذا الشرق كبيران وكل شغين وعين سيدا الشرع والتلمامي حقبا ينقول إن إنه كالسوية كلا نغرنه إساقا يكوك ربنا سوق الجوء أما وصيرها أما هيا ذا حقبا ينقول إنه وإنه أودين الشرعي استعمال الله أودين الشرعي وإنه استعمال الله وحن سوى تشيدين إياه ورقد جهورنا الله عليه لا بدا كلا نعب ينقالنا سيدا سوى تشيدين إنه الدفاعنا soo jeedinta xilbaan bilaa abdu ducaale ku saabsan inaannu soo jeedintii xiraalinta ka jawaabno ayaan rabaa inaan cod gelino okay wadaa xirsi abdullahi xirsi السلام عليكم مهسيد قدومية إيه رأي نسدقي سلو أي نسدقي سلو مدن قدومية مالين تدويد قوله إنه عذيي لبا حير أبا لبا وراقود با قوله إنه يبيد لبا دوبسي شرعية أي قوله إنه كوي مادين مدن قوله إنه وحي تالي مدن كودو لبا بلود وحي هاي تيا إرالي تكسو قد بيسين حسانة دلقي قادو حلبان محمد عبيب قوله إنه واجي بيسيو كقوتي أو كوديدي islaamaynta golaha waxa timid waraaq labaad oo ahayd inaynu ogolaano amba ogeysiintii aynu ka qaadano waajibkeena sharci oo ahayd qabashada xilbaan maxamed abi waa koo waxan saxayaa gareeqaanka golaha waraaqda labaad kama inaan jawaabin waa sharci waa sharci darro midna kuma inaan sheegin runtii waxaan u rajaynayaa amba u soo jeedinaya gareeqaanka golahu inaannu marin habaabin sharciiga oo iska ilaaliyo isagu siyaasi ma aha sharciga waynu siisa u sheego waraaqda labaad wax shaqaa kama inaan qaban ogeysiinta maneenan ogolaanin maneenan diidin iyo halkaas ay taalaa waxa kaliya aan ka jawaabnay waxay ahay xasanad ka qaaday xilbanka waynu diidnay
مدن يلا ما ها قلهن إنه إنه استعمال نصده إنه دوني إنه أو إنه قلهن كردي كنا ميل عينه أشده إنه كوجد بينه هذيك القلهن يروح نقول إياه إذا أرين شرعي إنه تعالى إنه أرين سياسة دا إنه كردي كنا قبل شده حلبان محمد عبيب قري حرليه جدو حكوشة جاي إنه دمبيه فرحه كله شري دمبيه دينه واو صار دجاي لما بدون باي إنه تعالى ما دام وقيسيني إنه كهني إنه وقيسين تاو عضي إنه هذين وشاني كتكي حلبان كفرينه شغدي إنه نك جدنه هذيك هلانا إنه سجنا وقت يعني وشاني كتكي إنه بحسميه لكن وحركة سياسية هي حركة سياسية معها ضطبا لك عنا يا واحد مدة قوله إنه مر والبكون نغنى يوم خلكوا تاجنا مالتي قولها إنه نمد الله مانتا أو أهون إنه أجندال سياسية قوله إنه دحمر إنه سيدنا دون إنه هذا الكود إنه مانتا حلب المحمد أبي وحوي حري أرين شرعي أريتا شرعي هذين كوكان عيني هذين كوكان عيني إنه جاي نوت الله لكن إنه شرعي وحكش إنه waxaan maqlay muxuu xilbanaankii ugu horeeyay garyaqaanka ahaa isagoo maxkamadda hanay qaanay oo halkan kiiski maxkamadda ku galay go'aankiina gaaray runtii waxyaabaha caynkaas waxaan isleeyay talahan inoo ma fiicna hadii aynu ogolaano maxkamaddu tagi doonta kiiskuna halkaasii ayuu mari doonaa oo aanba sharci ku noqon doonaa aanba sharci darro ku noqon doonaa maanta inaga waxay noo taale waxay awoodeen ku joogto waxaan sidoo kale jecelina kalmad ka jiraahdo aynu masuul xil qarankan u haya oo aynu inagu kalsoonida siinay kalsoonida aynu kala noqono halka ay ku taalo aanu garamaayo hadeen u deed dastuurkii furnayo maanta wax ku dardaraynana taa waa arin cusub kulli horana weyn u jeebinay dastuurka waxa ay badan weyn ugu sameeyney hadeen maanta ku cusub sameeyney inagu caraysana taa inaga ino taala dadweynina doorteena runtii iyaga marka ka gaari doono go'aanka laakiin golaheena u baahan dastuur ilaaliyahayna waa inaga xayelay inaga ayaa xeerarka dalka gacanta ku hayna hadeenu caadadeena qaarna ku dareyno qaarna kama saxayno maalinba sayn doono u dhigayno runtii waa dhibaato meesha taala xilibaan maxamed abi wali uu leeyahay taatalkii xilibaan maxay la inaga ayaa xasaanadiisa u ilaalinay taasi waa taa laakiin qabashada la qabtay maadaama xilalintu tiri dambiyaayuu faraha kula jiray dambigaana wuxuu ku soo sameeyay dalka baxsan Soomaaliland maadaama aan qofkii lagu qaban kareen qurbaha aan lagu qaban kareen haduu dambiga imaaraadka ku galay ee Soomaaliland imaaraadka kuma soo xiri karto qofka marka qofka waxa la xiri karaa maalinta koowaad uu dalka soo galo marka halkaasii ma taala meel ay inagu ku niraahno wali gacmaha kula mu jirin laakiin waxaan u baahanahay inaan cadeymi helno waxaan u baahanahay xeerarlay inuu golaha hor imaado waa inaynu sugnaayntu ino imanayo horana way u dhacday inuu golahan masuul loo yeeray oo keensaday u dhidib ugu dhiga waligeena waynu ka yeli jirnay laakiin maanta maadaama aragara ay noo tahay hadan rahana isagina xilka aynu ka qaadno xeerarlayhi waxaan qabaa inaga ayaa dastuurka jabineyna mudanayaal inagu aynu dastuurka ilaalino intayna cid kale dastuur jabin ku eedeen salaam aleekum baagar inuu xadiga xilibaan maxamed abiib si falfal loo xiray laakiin waxa saxaya inuu xukuumadu xidhan yahay ee aanu beel u xidnayn aan ama reer u xidnayn talabaad maxaa la yiraahday qaryaqaanka guud waxaan aaminsanahay in lagu xiriyo qoraal kale oo dib loogu yeedhayo oo digniin u noqoto taa haduu ku iman waayona ay xigto in xilka laga qaado waxaan aaminsanahay markoo ansixinta golaha ku shaqeynayo inuu shaqada ku waayo karo isla ansixinta golaha oo hadii madaxweynuhu soo magacaabay oo shaqagelinta ay ku ansaxaysay golaha oo haduu goluhu diidi lahaa aanu sida qaryaqaan ku noqdeen haddana isagoo shaqeynaya hadii shaqada lagu qoonsado oo isagu dastuur jabin sameeyo oo xilka laga qaado in uu maxaa la yiraahdaa ay xilka saaku ay karo ayaan qabaa waxaan kala qabaa qaraar qoola in uu qadii maalinta hore inaga habsaantay ku soo saaro oo ay xujadu ta qaraarka iyo tii surtaaga xasaradka qaadku labadaas israacaan wabillahi tawfiiq salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan waad maasantay gudoomiye mudane gudoomiye mudanayaan aan waxaanu ka warqabnaa golaha waxa timid codsi lagaga codsanayo golaha wakiiladu inuu ka soo qaado maxamed abiib xasaanada si loo horgeeyo maxkamada waxaan halkan ku kala waadixinayaa laba qodob qodobka koowaad maxamed abiib warqadii hore la soo qoray waxay qulseysay qodobka 97-aad ee dastuurka taasi oo ahayd in xasaanada maxamed abiib laga qaado si maxkamad loo horgeeyo
قضب كاسي قلها الواجب كي سي شرعي قاو كبتي وانو عديي إن محمد عبيب حسان هذا لقى قادانا وحوو بحنيتشان كنت الحلبان إن فرديان قلها إسلامر كاسينا شان كنت الحلبان وحكير حسان دين عنو حلبان كي قادي كرين وسبب تكينتي إنه أديكسين إنه قضب كي حلاتنات إحراسات كي قلها إن فورب كاسوو بحضي شان كنت الحلبان وحي نقطة قضب كمانت نهوري ألا إيه قبشادا ونوغو سوور قليي حرلاليها قودة قرنك عدن تقبشادا وحي خسيسا قضب كالسقالي عفرتناد دستورك ودقا يدورسنان تحبين تقولها وكيلة دا قضب كنوو حدقا يمودن قدومي حبين تقولها وكيلة دا لو قبن ما ايو وحنو لوغو قادي ما ايو عرين او اغادي اما او قولها سوهر ديگي أما أريمو ورأي كديبتي وحا كرر بالحكومة وحا مبنانا إن لغا قادو حبين تقولها وكيلة دا طلابو باريتان أما ورئيسي أما قبشو أما حديتان أما طلابو كلو عقاب لحديدا يولو أقلاشو لوغو هلو قولها وكيلة دا موياني أن وحا فرقة دا أفادو وحا ديگيسا وحا حبين تا طلابو لغا قادي كرا هدي لغو قبتو isagu oo dambi faraha kula jira maxamed abi waxaan ka warahaynaa wuxuu ka soo degay report ka argeysa xeerlaayaha waqtigu halkeen lagu keenayna waxay digaysay wareysu uu ka dhiibtay magaalada Dubai wareys lagu wareystay halkana qodobku wuxuu dhigaya arimo uu raayigiisa ka dhiibtay in aan xilibaanka lagu xiri karin marka aan ka hadlayno fadhigan maanta fadhilo qodobkan 94aad haddii ay jirto farqada shanaad golaha waxa ku waajiba inuu hubiyo in talaabada laga qaaday xubinta ay tahay mid toosan haddii aanu goluhu fadhiin waxa waajiba in ogolaansho looga qaado gudida joogtada haddii uu goluhu fadhiyana waxa waajiba goluhu inuu waajibkiisa ka guto qabashadaasina ama uu ogolaado ama uu diido meel ay ku qoran tahay shan konto konto buu ku diidaya iyey shalay kunto buu ku ogolaanaya kuma taala dastuurka kuma taala xeerosaadka arintaasina arin banaan ma aha fadhigan 24tan hadii uu kooran buuxo waxa waajib inuu golaha baanka gaado maadaama labada cod midna aanu u baahnayn shalay kunto DDC yelistoona waxa soo jeedinaya maadaama fadhigan uu sharci yahay fadhigii kooran kulan furay yahay tiradii oo baahnaana ay fadhido in maanta aynu halkan go'aan kaga gaadno warqadii labaad ee xeerilaaliyuhu uu ku dalbanayay in loo ogolaado xadhigga xilibaad maxamed abi maadaama uu ku soo cudurdaartay waraysigii Dubai ku bixiyay inuu ku xiran yahay waraysi qodob dastuurka ayaa tilmaamay inaan xilibaad loo qaban karin erboodka hargeysna waa erbood caalamiya uu muusidan dambi faraha kulan muujin qof muudilayn sida awge waxaan soo jeedinayaa inuu goluhu diido xadhigaasi isla markaasina golahan uu xaraantimeeyo xadhiga kooramkana waa kooramkii ku habboonaa taa markan talaabo ka qaadno arrimaha kale inaanu soo noqono saasaan soo jeedin lahaa xilibanadana waxaan ka codsanayaa inay arrintaa ugu waafaqaan maadaama kooramkii uu dhammaystiran yahay wabiinasan calaamurdin waa diin wuxuu gudoomiye maanayaal dhammaantiin wada salaamayaa iyo saxaafadaba وحن لقبا أرتدى وجود بيسي محمد حسن سعيد إيه إنه أغلان شاق وشاق إنه كو إنه عضو قادنا ما داوا إنه لم يكارو كفرية هاي قوم كاو حن لقبا محمد حسن سعيد إنه نعود جرينو أغلان شاق وي حسانات دي هره أيه إنه وديدني وشاني كتن وديدني ما تحسن نور تلو هر تلقى أغلاش قوشة نور يلا ترى تعالى عضو قاو قاو كلاب دور تقول وعلي محا محا أبي يوسف أقول هذا يهاي أهل الشرع محا أبي يوسف ما مثل أهل الشرع أقول هذا يهاي محا أبي محا أبي يوسف أقول هذا يهاي كارك تدوان شو حكومة دا محا أبي يوسف أقول هذا يهاي أفتو برعس برعدنو لما حسين وأيوه محمد عبيب سأهر الله شيخي سوك سوك تغيير ربط هرقيسة
ayaa la qabtay waxaana runtii goor garamay goortii dib u noqotay qof diyaarad ka soo dagayay in fuldubeed uu gacanta ku jiray sidoo kale warqadda uu soo gudbisay xaaladintu dibiyada ku soo qortay waa dibiyada markii hore ay noo soo gudbisay oo runtii ay ku soo dartay oo kaliya wareysigii uu bixiyay maxaa ahay uu ku bixiyay dooy uunba ku soo qoray marka ma jiro fuldubeed uu gacanta ku jiray maxaa ahay laakiin runtii waxay xukuumadda muddo ay ku taabaysay iyo adkeysan weyday ka aragti wanaashaha maxaa ahay inay muddada sida ay runtii manoosiyo ugu heli lahayd inay xidho kuwana tilmaami karo xadhig waayo xadhig waxaa loo tilmaamaa xadhiga sifada sharciga maray laakiin wuxuu ahaa aftuub buu ahaa runtii aad iyo aad nolon runtii u cabaareynaynaa goluhuna anugu ma aaminsana inuu xiraaliye xasaanad kala dhaqee waxa weeye in goluhu u baahan yahay madaxweynaha magacaabo xeeraaliyaha wuxuu u baahan yahay goluhu in madaxweynaha ku jira dastuurjebinta iyo waxa weeye xeerjebintii inuu goluhu madaxweynaha tallaabo ka qaada soo jeedin lahaa asalaamu calaykum mudanayaal mudanaade xoolosaadka mudanayaal aas dhegeysana mudanayaal qodobka saddexeed way sii socon doontaa doodu laakiin waxaan rabaa nuxurka inaan soo koobno qodobka saddexeed toddobaatanaad ee xoolosaadka mudanayaal ayaa mudanayaasha u jeedinaya inay soo jeedin karaan inaan loo baahnayn tuutad marka ay soo jeedin ka timaado xagga golaha sidaa daraaddeed soo jeedintii xildhibaan bile cabdiducaale ahayd inaynu ka jawaabno warqadii ogeysiinta ahayd ee falagaraasaha ku adeegsanaad saddexdii bisha u timi golaha xeeraliyaha guud soo qoray mudanayaasha oo gol soo jeedinta bile cabdiducaale gacantaa taagan soo jeedinta soo jeedinta bile xildhibaan bile maya horta waa soo jeedintii soo jeedinta mudanayaal ta hore waa soo jeedintii bila wuxuu qabaa in la soo jeediyo inaynu ka jawano waradii xeeraalinta codkaasaa horeynaya haddii soo jeedintaasi ansaxdo markaasaynu go-aan ka gaarayna arrinta imaga waxa loo codeynaya waa soo jeedintii ray-igii xildhibaan bile inaynu go-aan ka gaarno warqadii xeeraaliyaha soo jeedinta mudanayaasha la qabo xildhibaan bile cabdiducaale gacantaa taagay soo jeedinta mudanayaasha qabaa hala tiriyo gudoomiye hogaaminta golaha idda xildhibaanku xaq buu leeyahay xildhibaanka diiday xildhibaanka ogolaanaya waa aragti mudane waa la isku ixtiraamaya mudanayaal dejiya mudanayaal mudanayaasha diidan soo jeedinta gacantaa taageen xildhibaan bile cabdiducaale mudanayaasha soo jeedinta diidani gacantaa taageen yaa ka aamusay mudanayaasha ka aamusay gacantaa taageen mudanayaasha ka aamusay gacantaa taageen mudanayaal toddobiyo afartan mudanaa fadhiya labayo afartan mudanaa aqbalay in la taageero xildhibaan soo jeedinta xildhibaan bile cabdiducaale hal mudanaa diiday shan mudanaa way ka aamuseen guddoomiyena ma wacdayn sidaana waxay ansax ku noqotay soo jeedintii ahayd in laga jawaabo go-aanka xeeraaliyaha ku saabsan qodobka sagaal iyo afartanaad ku saabsan waxaynu dhegeysanaynaa codkii mudanayaal mudanayaasha diidan oo inay ka jawaabaan oo diidan qodobka falagaraasaha sagaal iyo afartanaad dastuurka uu soo codsaday xeeraalintu ee qabashada xildhibaan maxamed xabiib yuusuf ee ku eedeysay ay falagaraasaha mudanayaasha diidan gacantaa taageen dejiya mudanayaal mudanayaasha diidan mudanayaasha diidan ee waafaqsan soo jeedinta xeeraaliyaha guud gacantaa taageen mudanayaasha ka aamusay
مدنيال وهمش سو شيء أنا كذي وحفرية طبيعة فرط المدنى صدحها فرط المدنى أيا ديدي بطلها فرط المدنى أيا ديدي دلابك حراريها جودة قصة أفسان قرر استغلها فرطان دستورك يا كور رمايين الله قلادين وحويديان حلبان محمد أبي يوسف لما مدنى شم مدنى كلام سيلام مدنى ويا قلادين قدمي قدمينا ما عضين سلاد رادد قلوه وحديدي إنه أقبله وغيسين مدنى قدومي إيدا وقامت أقول هيدا قدومي تضبيع تضبيع فرط المدنى فرنية صدحي فرط المدنى ديدي طلب كحراليها قود ياكو حسن قدب كسغالي فرطنا دستورك صدح مدنى كامسي قدومينا مو عضين سلاد رادد قولها نوحو ديدي طلب كي كساب صنع قدب كاس او إن لو قولادو إن وحلقا ويديو كيس كالوها يحلبان مدى بي سلاد رادد قلو ولالي أرقا سان ربنا نانو عدينو حرقي حسانة دين هرو دفاعي سوى شايف يطلب كناي مكوو ولالي إنا وحلقا ويدين بحكبادن لجين كرين سلاسة يقو صنع مدى قلو قولب كالواد مدن ايال أرنتا كساب صنع كيس كحيراليها مدن ايال وحانو رملاينا كلمات كنن عنو شرقو دونها قولب كحيراليها ورغدونا ما تينو كيني وحكمو غطرون تيوان لقبا مدن اياشا قولها نوا قوليها ملحوين ووحشا مدن اكستو حلو مقعابي لكن اصحين تقولها لالي وضاشقين بين ولين هاي قولب كلمات وحوه يحقو مالها حيراليو ويارم حين كولها اللينا وأي من هي لما تقولي وحنا نقولي هي شرعية جنتا إحرالية حسانة سيئي إنه نقولي رام حير كوه الله نار حير كنا قباله سلاد رادة شق دونهان يوا يلام وحنا قرانا أن قرال دبكو علينا إحرالية مرة بعد أن قرال قلينا وهي كسب حنا قلا له ولاجنا سفدي كمان ساسونا وحنا يهاي هذه أبو ما ستين فدي